السلام عليكم. اليوم حضرت واحد الشهيوة لذيذة وصحية وتكلفة رخيصة. هاد الوصفة هادي كتنفع الناس اللي عندهم فقر الدم والناس اللي عندهم الإمساك. إلا بغيتوا أسرار الوصفة أجيو معايا، وكنتمنى تجربوها وتشاركوها مع العائلة والأصدقاء. وإلا عجبكم المحتوى هاد القناة خليو ليا جيم وشكرا. عندنا هادو الوراق ديال البربة ضروري ما هاد الوراق ديالها يكونوا طريين، يعني البربة تكون يلا في تحيدات ديك النهار، ما تكونش البربة قديمة وهاد الوراق ديالها لويين وصفر، لا اولا الوراق ديالها كيكونوا متقبين، لا كيكونوا غير هاد الوريقات هكا نتوما كتشوفوا كيطريين، وكنعزلوهم كنخليو غير ديك الوريقات اللي كيكونوا هكا زوينين وطريين. هنا البربة ديالنا الوراق ديال البربة ديالنا راه كنغسلوهم من مرة حتى ربعة المرات، كنغسلوهم ونصفيو ديك الماء ونعاودو نديرو ماء اخر، وكنخليهم في واحد الشبكة هكا كيقطرو، الا حتى كيقطرو عاد كنبداو كنهزو هكا يعني ورقة بورقة، وراح ندوزينهم بالوراق طريين ما يكونوش قدام، لان الا كانوا الوراق قدامين الوصفة ديالنا ما دي تجيش لذيذة وما دي تجيش زوينة. انا بحال دابا الا كان هكا بحال دابا هاد العود هذا فيه هادي كحلة، هادي كنحيدها وانتم تشوف هنا فاش كنقادوها كنديرو هاد العود هادو هكا تقريبا واحد 6 أو 7 سنتيم، هادو كنحيدوهم هادو ما كنخدموهمش. وهنا غادي نقطعو هادو الوراق البربة ديالنا بحال كنقطعو البقولة نفس الطريقة، هاد العويدات هادو كنقطعوهم رقاق. هاد الوراق ديال البربة راهما صحيين بزاف، وحنا كنا غير كنرميوهم، ولكن دابا مغادي نبقاوش نرميوهم، ولكن إلا كانوا الوراق ديال البربة طريين ويعني ومحيدين ديك النهار ما يكونوش قدام. هنا كنحاول هاد الوراق هادو كنديرهم هكا، وهادو هاد العواد هادو هما اللي نديرهم لتحت في الكسكاس. لحقاش هاد العواد هادو كياخذوا لنا الوقت في الطياب، كيكونوا هما التحتانيين. هنا هكا نديرو له هكا باش هاد الوريقات هادو كيطلعو والعواد كيبقاو لتحت. هنا كلهم العواد خصني نديرهم هما التحتانيين. هنا هاد الكمية هادي اللي عندي ربطة كبيرة كندير هنا عندي 4 أو 5 ديال البربات، نيت منهم كنت حيدت هاد الربع هذا، راني غسلتهم مزيان وخليتهم حتى نشفو وغادي نبقيهم. هنا بعد ما نقيتهم نقسمهم هكا على جوج، وغادي نجي لهنايا هكا لتحت ديال الكسكاس وغادي نديرهم، لانه هما هادو غادي يفدو لنا الطياب بحالهم بحال العواد على هاد الوريقات هادو، وغادي نغطيو هكا. هنا دابا غادي نحضروا الثومه ديالنا. هنا الثومه الا عندكم الثومه بودر ديروا الثومه بودر، ولكن انا كنفضل الثومه هكا خصوص في هاد الوصفه هادي. هنا الثومه فاش كتكون عندكم وكتخافوا تنبت لكم، كتخافوا الثومه تنبت، راه حنايا كنقيوها من ديك الوراق اللي كيكونوا فيها وكنحيدوا لها هذا، وكنديروها واحد في البلاستيكه وكندخلوها للمجمد، كتبقى لنا واحد الفتره طويله بلا ما كتلقناش الريحه في المجمد. وهاد الثومه اللي كندخلوا للمجمد راه ساهله باش كتنقى، راه حنا غير كنجبدوها كنقيوها واخا باقا مكونجوليا. هنا تقريبا درت واحد 5 الفصوص ديال الثومه، ندير عليهم نص معلقه صغيره ديال الملحه وغادي نقوم. هنا الوراق ديال البربه ديالي راني درتهم وغطيتهم تقريبا، خليتهم
20 دقيقه حتى ل 30 دقيقه كنقلبوا هكا كنلقاوهم طابوا. هنا حتى البربه راه طابت لنا هانتوما تشوفوا، يعني فاش كندخل فيها فرشيطه دغيا دغيا كتدخل. هنا غادي نحيد هاد البربه اللي عندي كلها، غادي نحيدها. هنا كنجيبوا واحد الحكاكه كيكونوا العيون ديالها هكا واسعين، اولا كنقردوها قطع كتكون رقيقه. هنا غنحطها هنا في الحكاكه. ثلاث معالق كبار ديال زيت الزيتون. درت هاد الثومه هذه اللي بقيت، وضروري هاد الثومه خصني نشحرها باش الثومه ديالنا خصها طيب، لان الا ما طابتش كيبقى فيها واحد لوغو الماكله ماشي هو هذا. في هذه البقوله هذه ديال البربه ضروري الثومه ديالنا نشحروها مزيان. هنا دابا غادي نزيدو عليها هاد البربه ديالنا. هنا دابا تقريبا واحد 5 ديال الدقائق وهي كتشحر، هانتوما تشوفوا راه مابقاش فيها الماء. هنا دابا غادي نزيد هاد البربه هذه اللي حكيت، يمكننا نقطعوها حتى مكعبات ولكن يكونوا صغارين. هنا غادي نزيد واحد المعلقه كبيره ديال الهريسه، هذه الهريسه اللي محضرها في المنزل اللي ليها اكثر من 7 شهور وهي غير في الثلاجه بلا مجمد. هانتوما تشوفوا هذه ما عنديش حاره بزاف، هي ملذه بالحار ولكن ما حراش بزاف، وهي هاد الوصفه هذه من الاحسن ما تجيش حاره بزاف لان فيها الحلاوه. الحروره خصها غير شي شويه وصافي. هنا بالنسبه للملحه كتبقى على حسب الذوق. هنا راه كنبداو نشحروها هكا حتى ما كيبقاش كاع فيها الماء. هانتوما هنا دابا غادي ندير لها واحد العصره ديال عصير ليمون، وكيبقى على حسب الذوق، يعني كتديروا الحموضه اللي نتوما باغيين. هنا عندي معلقه صغيره ديال الكمون. الكمون ما يكونش بودر، يعني يكون غبره. الكمون يكون هكا الحبه مقسومه على جوج على ثلاثه، وما خصناش نسبقوا الكمون من الاول، لان الكمون فاش كنسبقوه من الاول كيطلقنا كيمررنا الوصفه ديالنا. عندي هنا جوج معالق كبار ديال المعدنوس مقطع هكا رقيق، غادي ندير القيمه هاد جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون، وغادي نطفي النار. هنا المعدنوس علاش كنخليوه حتى الاخر؟ هنا كنخليوه حتى الاخر باش منها كيعطينا ديك اللوين هكا خضيبر، منها الفيتامين ديالو كيبقى فيه، يطيب غير مع هاد السخونيه هذه اللي عندي في الخليط ديالي.